مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي، فيها رح نعرف آخر أخبار الطلاب ونشاطاتهم وردات فعلهم على مواضيع عديدة، والبداية مع صف الرياضة مع مارسيلينو. أي زين سوي؟ شيله لسه باقي لنا بطل بس معدة؟ ايه هاي كيف ما اليوم؟ هاي لين؟ شو عين بكير؟ الله شو الأخبار؟ نجري؟ نفي يا دنيا رح احط لكم ميوزك طب 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 عنا هدول ثلاث دواليب بدنا نجرهم نمرهم من ورا الدواليب هوديك ونرجع فيهم بكره بنعمل دانس اوكي بشوفكم بكره باي سي بصف الماركة الشخصية مع ميلاد حتشيتي الطلاب وقفوا قدام المراية وحاولوا يلاقوا الصفات الإيجابية بشخصيتهم منيح اليوم؟ تمام احسن من الاسبوع الماضي؟ كثير طيب. ليكو شو حنعمل؟ لانه مشان ما نضيع وقت لانه بتقولوا لي انه شو؟ براية يلا قوموا على المراية تعالوا بدي كل واحد منا هلا يقطع قدام المراية يطلع بحاله يحط عينيه بعينيه حاله ما بال هيك ويقول لها لما بال كم كلمة حلوة ويلا قديش هي حلوة شو فيها اشياء حلوة لازم تعددوا خمس صفات ايجابية انتم بتشوفوها عن حالكم ما بال انت شخص قوية ومهضومة وبتسامحي وإن شاء الله غنوصل للهدف دي اللي جيت على قبله عقلك كبير صوتك حلو وهدفك قريب منك قلبك طيب إنه بتحب كتير الأشخاص اللي حواليك عندك شيء على المسرح ما حدا عنده إياه بحب فيك تعصيبك بوقته كاريزماتيك على المسرح طيب وذكي وصريح قلبك كبير شايل هم كل اللي حواليك مش شايل همك انت بس وقفتك على المسرح حلو بزاف زوينه بزاف
أحب جدعنتك، حبك للي حواليك، إنسانة طيبة، قلبك مش بيشيل من حد، حلوة. بس نحن كلنا بندعمك. خليني أقول شيء، كل واحد هلا عنده فرصة عن جد من كل قلبه يقول لحدا تاني كلمة مثل اللي كنا عم نقولها. دينا شو بدك تقولي لها؟ قلبها كتير طيب. سهيلة عندي اثنين، عباس سعد و ليش ليش قلتي عباس وجاد؟ لانه زعلانة انت وهي، بعرف هذا الشيء لانه انا ملاحظ انه سالتك ليش زعلانة، ليش زعلانة مع بعضكم اثنين؟ لا لا شيء فات. بس ليكو بليز فيني بس اطلب منكم شيء بليز، طلب طلب بليز، ما تبقوا تكذبوا علي اذا في شيء وتقولوا لي لا خالص. لا لا خالص ولا شيء، خلص والله. بعدكم زعلانة او ما انكم زعلانة؟ لا منا زعلانة. ليكو انتبهوا، انا ما انتبهوا، يمكن ما صالحكم، بس قولوا حقيقة على القليل بساعتي، قولوا حقيقة مشاعركم. في صار شيء؟ تفضلي شاطر. غلط شيء اذا الانسان بيتعامل مع المشاكل ببساطة، يعني مع الاشياء المعقدة ببساطة. ما في اصعب من انه نعقد الاشياء، اذا منبسطها بينحل كل شيء. تنحل كل شيء. في 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 يكون شوي شو بيقولوا يعني غليظ على على مشكلتكم. جريت. هلا سهيلة بجوات عقلها عم تقول انا ما بتنازل ابدا، ومحمد كمان عم بيقول انا ما بتنازل، انا هون الرجال، وهي عم تقول انا هون قد كلمتي. سو هيدا الربح، شفتوا المشكله شو بتعطينا ربح؟ كل واحد هو الافكار. يا يعني احكي، انت مره عملت لنا سيشن اوكي، قلت لنا انه اي شيء بيزعجك بتبعد عليه، واي شيء بيفرحك بتقرب له. اي شيء مش اي حدا، بس في يكون اي شيء، ممكن حدا، ممكن شيء، ممكن جريت جريت، بس أوكي. بتبعد عليه بس ما بيكون عندنا غضب او عندنا نفور. لا عادي. فهلا بتسلمي انت على محمد؟ لا. اها ما تتحديني يا سهيلة. لا ما عم اتحدى. محمد بتسلم على سهيلة؟ قوم سلم علي، قوم سلموا على بعضكم، قوم سلم على محمد، قوم محمد. طيب بس كلمة، قوم سلم على بعضكم. هلا بدي سلم. اوكي جريت. اتس اوكي، بس ما بدي سلم عليه. طلعي فيه، قوم اقعد حدا، زيحي ما بالك. لا ديكتاتورية. هيدا السلام بعدين ما راح يفيد، يعني هلا سلم جريت. عمل واجبه. لا خليني اقول لك شيء، وانت كمان عملتي واجبه. هل بدي اقوله سهيلة انه انتم اليوم ما ضروري تكونوا اصحاب، بس انا انتبه، انا ما عم بدعيكم ترجعوا تبنوا صداقه كثير كبيره، انا عم بدعيكم تتخلصوا من مشاعر الغضب تجاه بعضكم. سو انبسطوا، تسلوا، عيشوا بهالاكاديميه. بتزعلوا مع بعضكم جريت، لانه انتم مثل الاخوه هون، والاخوه بالبيت بيزعلوا مع بعضهم صح؟ صح. والاصدقاء بيزعلوا مع بعضهم. زعلوا مع بعضكم بس كمان يكون عندكم الجرأه ترجعوا تتصالحوا مع بعضكم. انا ما بدي صالحكم على فكره، بس اوكي احرصوا بليز، احرصوا انه محمد وسهيلة ما يتصالحوا تارجع الجمعه الجاي. اوكي 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 يلا باي باي. بريك صغير ونرجع من بعده لمتابعه اخبار الطلاب. منتابع أخبار الطلاب، وما تنسوا مشاهدينا تصوتوا للطلاب الثلاثة لترجعوا واحد منهم على الأكاديمية. مثل كل أسبوع جلسة السوشيال ميديا بينطروا الطلاب والمشاهدين بنفس الوقت ليتواصلوا سوا. كل 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 مرتضى، شكرا على وقفتك مع هايدي، وإنك وانك قلت الفاتن تراضيها، احترمتك قوي، وسلامي لهايدي وانيس الحب، موفقين للايفال. شكرا لك سنين يا ورده. شانتال، مين اقرب شاب لك بالاكاديميه واقرب بنت؟ وخليك حد ما بال واحكي وراه، واحكي وقلي لانه وراها جمهور كبير بيموت فيها من السعوديه، ليان. أقرب شاب بالأكاديمية لإلي، أكثر شيء بحب إنه أحكي له لأنه بحسه مثل خيي وعباس، وأقرب بنت أبولا ونيمة بالي حقيقة حبيبي. ليش مو قادر تتقبل بانو سهيلة تتعاملك مثل أخوها الكبير وبس؟ وإذا عندك جرأة قول لها أنا حكيت وراكي كذا وكذا. عموما أنا حكيت وراها، حكيت للناس القريبة مني أصحابي، بس ما حكيتش عليها حاجة وحشة. وعادي جدا يعني، لو في فرصه اكيد هبحكي لها انا قلت ايه، يعني ما فيش حاجه نخاف منها يعني.
ميرسي. حبيبه بغيناك تكوني قويه وما تبقايش تجبدي الانسحاب على فمك وراك جمهور اهبل، وتمي في دروسك وخليهم كيف ما انتي. لاف يو ميرسي. غنوا صوت الحسن حياه المغربيه. صوت الحسن ينادي في بلادك يا صحراء، فرحي يا ارض بلادي ارضك سبحت حره. صوت الحسن ينادي في لسانك يا صحراء، فرحي يا ارض بلادي ارضك سبحت حره. مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء. الله 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 الله. إيهاب ضيعتي كل شيء دار في يوم بعد ما صنعت جماهيرية كبيرة، مستحيل تصدقها، رجع كيف كنت وانتبه لدروسك، خليك من تبرعيش. Thank you. نوال العمراني، خديتي جماهيرية كبيرة من أول يوم دخلتي الأكاديمي، فياريت تحافظ عليها وتحاسب على تصرفاتك، ما تنسى الهدف اللي جيتي عليه، لا تحصر نفسك مع شخص واحد. ان شاء الله. بدنا نقول ان هذا الشخص اللي كنحاصر نفسي، ماشي كنحاصر، انني كنرتاح معاه وهو كيعطيني القوه باش نكمل ان شاء الله. دعاء شيزوفرينيا. محمد بليز اشتغل اكتر على نفسك، عايزين اللقب مصري، وخلي بالك على دينا وهايدي، وسلم لي على البرنس ابس، وغنوا حاجه لمصر كلهم في عينيا والله. ده مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري، ابن مصر الله عليه، قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري، بسمعني ولوني مصري، انا مصري وابويا مصري، وصغير الدم مصري، وكل مصر الله عليك، وكل مصر الله عليك، كل مصر الله دندون يا جدعة يا عسل. انت عاملة جو في الأكاديمي، ابعدي شوية عن سهيلة ومشاكلها. عن سهيلة؟ بالعكس، أنا والله ببقى مبسوطة لما سهيلة بتيجي تقولي مشاكلها وبحلها معاها، بالعكس خالص، أنا بيبقى عندي مشاكل بتكلم معاها. Thank you. سلوى غنيم، ديدا مش معنى ان لسه في مسافه بينك وبين زمايلك ان ده وحش، بالعكس ان ده طبيعي، انت صادقه جدا في مشاعرك. سلامي الانيس. ميرسي. حنان، بطلي تصنع وتمثيل وخليك على طبيعتك، حديب ان شاء الله. سلامي لشانتال وعلي. والله انا ما كنت صنع وما كنت متلش انا على طبيعتي كيف ما انا، كنبغي نبكي كنبكي، كنبغي نفرح كنفرح، ما كاينش داك الشيء، دونك الحمد لله. انت وحنان جوكم حلو، خلوكم مع بعض. اي اكيد، حنان حبيبه قلبي، ضحكتها بتعقد وهي انسانه بتعقد. ميرسي ولد. اوكي، مها انيسي، اخلاق، انتبه من عباس، متضايق من قربك انت وحنان، وبيحرك رافائيل عشان يخرب علاقه الاخوه اللي بينكم، انتبه. اوكي مها شو خد بالك مني. ربما وصلت لك معلومه غلط، او ما كانش، ما صارش هذا الشيء، انا متاكد انه ما صارش هذا الشيء. وعباس اخوي من اقرب الاشخاص لي في الاكاديميه. بلا رضا عباس، ومن بعده رضا. قلت لها انه عباس من اقرب الاشخاص لي في الاكاديميه. اكيد ما صارش هذا الشيء. وانا وحنان دابا خاو. رافائيل جبور، بحبك. رافائيل اي نو يو كان دو ات. انت قد وقدود، بليز غني، بدي بحبك انا كثير. بحبك انا كثير يا حبيبي، ضلك طل علي وعيني بكير، مرني والمس لي ايدي، نسيني بين ايدي، انا شو مشتاق علي يا حبيبي، خليك حدي، احملنا ونطير. المغرب والجزائر خوا، ما تخليناش نخسروا بعض بسبب تمثيلة الحب اللي لعبها
على اب وحنا عارفين تبغي عباس. للاسف كاش هاد العفسه ايهاب نحبه بزاف بزاف بزاف، وقبل كلش يعني قبل ما نفوت هنا الاكاديميه هو بخوش ليا، وبالاخير هذه حاجه تخصني. سهيله بلا ما تكذبي انت تحبي عباس وحكيتيها الفاتن، فبلاش لعب اطفال صغار، خلي ايهاب يركز في مستقبله. ما كانش اكثر وحده بتحكي لايهاب على مصلحته، والدليل اني كل يوم نضرب مع مصلحته، حبيته يركز وحبيته يوصل لانه يستاهل، وحبيت اللقب يكون مغاربي هذا السنه لانه المغرب العربي جاء وحضر بقوه، والناس هي شايفه مشي انا اللي احكي. اما انا ما بيهمني ولا حدا حاليا، همني يعني شويه تخلبطت بالاول، لكن حاليا انا مهتمه باللقب. ما تسمعيش للناس اللي يقولوا خايب، عباس هو شخص محترم، كنتمنى تصلحوا تكونوا بثلاثة أصحاب مع إيهاب بيان سور. سهيلة بس فيك تطلبي طلب، فيك توضحي الأمور هلا. أنا ما وضح كل شيء أنا، لأنه إيهاب في عالم عم تنزعج، أيوة عباس أخوك في عالم عم تزعل، في إيهاب كش يعني ما إيهاب اليوم كنا نحكوا في المسرح. وش قلت لك على عباس؟ ما قلت لكش باللي يحبك؟ كيف 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 الكل يفهم؟ قلت له باللي عباس يحبك، وإذا بذاعوا هذا الشيء أكيد الناس على بالهم. أنا المهم ما بيهمني ولا حدا هون. يعني أنت دلوقتي مش ما تحبيش حد؟ مش قصة نحبهم كامل ونكرههم، لكن أنا بدي نقول واحد الكلمة. أنا أنا كنبغي كل شيء، وما كنتكلمش ورا ظهر بنادم، وكنبغي انسان واخا يدير فيا اللي دار، انا قلبي ابيض، فهمتي؟ قلبي ابيض وما غنتقلقش من حتى واحد. ايهاب اكيد قريبه ليه، لخاطر الوحيد اللي يفهم عليا، وعادي الناس يفهموا غلط عادي. استنى اكيد حنايا دي زامي، وما فهمت انا علاش هذا الشيء كامل. ايهاب قريب ليا ويفهمني، ونحكي له كل اسراري وعلى باله بكل حاجه، ومتفهمني بزاف، وحب يلعب معايا. واكثر حاجه نحبها في الانسان، اللي يحب يفرح ويلعب، لخاطر انا على طول يعني متقلقه، ونحب الانسان اللي يضحكني. وميرسي سوكا سوكاينه. بريك ومنتابع بعض يوميات ستار اكاديمي. إذا حابين تتابعوا أخبار الطلاب فيكن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، أو عبر www.starakarabia.com. الخلاف بين سهيلة ومحمد عباس كان له تأثير كبير على جلسة السوشيال ميديا. كرمال هيك اجتمعوا محمد وإيهاب وسهيلة بالمسرح ليوضحوا الموضوع. بص أقول لك على حاجة عشان برضو إيه، ما إحنا كده برضو يعتبر بنتعامل معاملة الايه العيال الصغار اللي دماغها صغيره وما بتفهمش. ليه؟ ملهاش علاقه ولا تفاهات ولا مش تفاهات، احنا ما كناش، احنا بنعمله مش تفاهات، بس مشكلتنا ان احنا ما تعاملناش مع الموضوع صح. زي ما انا قلت لك قبل كده لما كنا قلت لك ايه؟ قلت لك احنا ممكن ان احنا الثلاثه من احسن الثلاثه اللي بيتعاملوا مع بعض، بس انت اللي اخترت انت اللي اخترت كده يا انا بس. انت اللي اخترت كده. هرجع اقول لك تاني، انا اخترت ده عشان انا، مش عشان انا متضايق من ايهاب. مني انا من انا الكلام ده كله انا الكلام ده كله قايله لكذا شخص لما حكيت معاه، قلت لهم انا مشكلتي ان انا حسيت ان ممكن حاجه تخليني يحصل مشكله بيني وبين ايهاب، او ان انا اخسر الشخص ده، وانا بالنسبه لي مش عايز ده، انا الشخص ده يهمني. عشان كده لو تلاحظ، انا مش عايز اخسرك. لو تلاحظ انا بعمل ايه دلوقتي من يوم البرنامج لحد دلوقتي؟ بعمل ايه؟ بتعامل معاكم ما بتعاملش معاكم انتوا الاثنين، ولا بتعامل معاكم ما بتعاملش مع سهيلة؟ بتعامل معاكم ما يتعاملش معايا. انا مش هغلط سهيلة في حاجه، بس افهم، انا مش هغلط سهيلة في حاجه، بس مع احترامي الكبير الشديد ليها، انا شفت ان سهيلة، وهي عارفه انا كلمتها في ايه، شفت ان سهيلة اوقات بتتعمد مش ان هي توقعنا في بعض، بس بتتعمد بطريقه لطيفه، بطريقه لطيفه هي ممكن تكون فاهمها ان هي عاديه،
ان ممكن انت تزعل مني او انا ازعل منك. ممكن تكون هي عاديه، هي ممكن تكون فاهماها ان هي عفويه، بس دي ممكن تعمل مشكله. هي مش عارفه ان انا مش جاي اعمل مشاكل بين الناس. أوكي. انا شفت كلامي ابتديته ازاي ورصصته ازاي. اوكي انا قلت لك انت ممكن تكوني انت فاهمه انا بتكلم في ايه. المهم انت ممكن تكوني بتعملي تصرفات انت بالنسبه لك عفويه، بس ما تعرفيش ان هي ممكن تسبب مشاكل. انا قادر اسيطر على المشاكل، انت مش قادر تسيطر على المشاكل. لا يعني انت لما بتزعل بيأثر عليك. بص ليه جننتوني عصبتوني انتوا الاثنين. انا متعصبت باسكو انا جبتكم لهنا باش مشي باش تحلوا وتجبدوا مشاكلكم. لا خصنا نوضحوا، واضح كل شيء، انتم واضح كل شيء. خاصكم اوف، ما يمكنش نكونوا نرجعوا كما كنا الا ما وضحناش. واضح كل شيء. لا جايين هنا عشان خاطر خلاص. ما انا كنت ممكن بره اقول له يا ابني ما تزعلش مني وهو ما يزعلش مني، بس اصلا هو احنا لازم نوضح ان مفيش حاجه. بصراحه اقول لك على حاجه هب، بصراحه يعني هي سهيلة ممكن تزعل مني في الكلام ده، بس انا اقولها لها وهي اما تقعد بينها وبين نفسها هتعرف ان انا عندي حق. المشكله كلها عنده سهيلة، لان لما كلمتها المره اللي انا كلمتك فيها صدقني انت لو كنت قاعد يعني اتكلمنا كلام كويس جدا، كلام فعلا لو كان مشي هي عارفه كان ايه اللي ممكن يحصل، بس انا فوجئت غير كده. ومش لازم ان احنا نغير معامله ان سهيلة تغير معاملتها مع عباس وعباس يغير معاملته مع سهيلة، ونفس القصه ونفس القصه من هنا. مش لازم ده يحصل. ممكن الوعد اللي انا وعدته لك يمشي زي ما هو، ممكن اتفقنا زي ما هو، وممكن ان انا اتعامل معها زي ما بتعامل معاكي زي ما احنا كنا متفقين. بس صدقيني وارجع اقول لك تاني، الموضوع في ايدك انت، ولا في ايد ايهاب ولا في ايد انا. صدقني قسما بالله والله كمان مره، انا ما بتضايقش نهائي من تعاملك مع سهيلة من يوم البرايم، ان انا بشوفك مبسوط خالص. لا بس انا زعلت. لا بس انا غلطت. غلطت في ايه؟ غلطت. انا زعلت من سهيلة. غلطت. انا زعلت من سهيلة. هي انا ما قدرتش اقول ده انا زعلت من سهيلة عشان سهيلة عشان توصل لحاجه معينه بتستغل الصداقه اللي بينك وبينها ان هي ممكن تفهم. مش معنى كده ما بتعزكش، لا انا عارف ان انا بتعز، بس ما تستغليش ده. انا ما بحبش الدماغ دي. انا لما يبقى في مشكله يعني احنا عندنا في مصر، وفي نفس الوقت انا كده بنت، ما فيش بنت تخش بين واحد وصاحبه. انا عندي كده حلو. فانا لقيت ان انا اخترت ايهاب، تمام. اخترت ايهاب كمان، وما اخترتش سهيلة لسبب، حتى لو انا عايزه سهيلة، بس عشان سهيلة كانت مشكله ومتعمده بحته الدلع شويه، تفهم ان ممكن يحصل مشكله. وده اللي انا قلت لها وحذرتها، قلت لها اوعي تخلي ان يوم ما يحصل مشكله بيني وبينك نتخلي ان في حاجه تخلي ان في مشكله بيني وبينها. لو عرفت بما انك بتتكلم مع سهيلة وصل لها ده بالشكل كويس، عشان هي بتصغر دماغها وبتتخيل ان انا لما بتكلم ان هي انا هسكت هنا خالص. خلصت. انت اتعامل معاها، ركز انت بدل انتوا الاثنين مع بعض في الايفال، ركز انت وهي في الايفال بتاعك، حطوا دماغكم كلها في الايفال، واي حاجه حلوه تانية فكروا فيها برضو في الايفال، يعني معزتك ليها ومعزتك ليا ومعزتها ليه ايا كان، بس خلينا لقدام، يعني خلينا مبسوطين. ما نبقاش زعلانين من الموضوع مأثر علينا في الايفال او مأثر علينا عموما. خلصنا؟ فهمت. الو الحمد لله رجعت لعقلك. الحمد لله. كي دايره؟ الحمد لله رجعتي لعقلك. الحمد لله. شنو كنطلب منك؟ صافي كي دايره انت لاباس؟ شوف عندك 10,850 صوت، فهمتي؟ قالوا ليك يعني هذيك الليله بالك ما علاش كانوا مقلقين، بعد عليها نهائيا، فهمتي؟ صافي بعد عليها نهائيا، وهما غيضامو. شوف دابا انا مشيت للكاميرا قول لهم سمحوا لي وكنبغيكم بزاف، انه ما قال لك ولا تقلقوا، قال لك هنا دابا كتعطي القوه حنا غنتاحبوا، فهمتي؟ صافي فهمتي، قولي كنبغيكم بزاف وهذه وسمحوا لي. صافي شوف الله يرضى عليك والله يستاهلك، الله فرحانين معايا حمزه ومعايا عزيز ومعايا كل شيء. يلا صافي سلمي عليهم بزاف وقول لهم كنبغيكم، سلمي على المهمه. صافي شوف راه معاك هما. صافي ما تخافيش. صافي داكشي اللي في بالك غير هذا الاول. صافي حبيب الكل. صافي ما تخافيش. صافي هي راه كتتعب عليك. صافي بس.
اختي 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 اخويا يا ابني اخوك الصغنطر. ايوه لا لا انا فوق والله العظيم انا كنت حمار عشان لا مش عشان ما كنتش مركز في حلم في شغلي غير الثاني ده غير ده لا ما اقول لك حبيبي انا اندفعت شوي اوكي ونسيت نسيت نسيت شغلي ما بقتش اركز في 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 الدروس ما بقتش اغني جينا وضحنا الامور مع بعض احنا وعباس وسهيل مفيش حاجه مفيش زعل مفيش حاجه مفيش كلام ورا بعض مفيش اي حاجه اخوات اهم حاجه نركز في حلمنا نضحك نهيس احنا جينا الاكاديمية عشان نضحك عشان ما جيناش عشان نكشر وحد زعلان من حد وبتاع وبدنجان زي ما بتقولوا خلاص في شغل وعباس حبيبي حبيبي هو كان افتكرني اتغيرت عليه الايام دي بس انا اقول لك اني بحبك وانت زي اخوي الكبير وان شاء الله حاجبك حاجبك لازم عايزك ترجع تاني لا قالوا لي اهلي قالوا لي اصدقائي قالوا لي السوشيال ميديا بس هما شايفين حاجه انا مش شايفها حفوق انا فايق فايق انا فايق شباب انا فايق انا فايق فايق انا فوقت يا جماعه انا فوق الو الو اهلا وي ماما اهلا سهيلة صباح الحمد لله اسمعيني اسمعيني اسمعي كوكي العلاقه مع ايناسا اوكي علاش سلمي على عيسى وعلى فتاتك وركزي في الإبال وركزي على من على من على من على خواتاتك وسلمي على عيسى الإبال ركزي فيه وركزي في خدمتك ونسي كل شيء طيشي كل شيء ورا ظهرك أوكي ورجع العلاقة مع عباس عادي جدا أكيد أوكي في زوج عادي في زوج المهم في كل شيء كل شيء أرجع معهم عادي جدا إلا خاطر لا علاقة مع إيه؟ أنا بالي أنا بالي خليك ما خليك من طيشي كل شيء ركزي في حفاظتك في خدمتك في قرايتك شاركي وقعدي من الأول في الرقص في الرياضة في التمثيل أوكي ماما أوكي بريك أخير ومن بعده منتابع أخبار الطلاب لليلة منتابع يوميات ستار اكاديمي مع ردة فعل الطلاب بعد النومينيشن كولو وشي شنو عديري دابا هاي جلسي جلسي من بعد وقتاش من جلسي وتش واش كنت مرضي تاتي كنت كتضحكي عليا حنان راه يمكن غادي تبقي ما باغاش ما باغاش نبقى انا واش تعرف شنو تحط انا وما بيلو عالي ولاش كتفقدي الامل انتيا من الاول ما كاينش فقدي الامل انا عالي وما بيلو عزاز عليا ما نقدرش نبقى في بيناتهم بداك الموقف ما نقدرش ما نقدرش شو انه مش مفروض تقعد القعده دي يعني مش مفروض تعمل كده مفروض بقى انك فاهم انت تفهمني قاعد لا مش شو رجع مش عم تعمل شو عم تبكي يعني حبيبك ها تأثرت من ورا انيس وكلكم هيك حسيت بالحنان طبعاً بكرة حتحس بكرة حتحس بحنان الجمهور مش عايزة ايدينا مش عايزة بليز انا مش عايزة مش عايزة ايدينا خليني افتحي بس ثواني خليني لوحدي طب عايزة حضني منك طيب مش عايزة افتحي بس عايزاكي والله مش عايزة انا ايدينا خلاص تركي عشان خاطري عشان خاطري بليز دينا بليز خليني صدقني هاي هزه
لو منك لو منك شخص منيح وقادر توصل للفينال ما كنت جمعة الماضي بالتوب فايف بين الكل يعني لا أنا ولا محمد لا أنا ولا محمد عباس ولا محمد سعد ولا إيهاب كنا بالتوب وأنت كنت هذا دليل إنه أنت قادر زلمة توصل للفينال وهذا كف يعني أو هز لك أو وراك جمهور بحبك وكل الجمهور طبعا يعني نعرف مين علي وبيعرفوا قد ايه الاكاديميه ما بتسوى بلا علي اتركوني 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 خلوني انت سكينة ابعد عني يا ايه لا مش عايزة أكلم مش عايزة أكلم يلا قومي مش عايزة أكلم حد بليز بليز طب سيبوها سيبوها تبعي سيبوها تهدى سيبوها تهدى طيب طب بس أستخبط حالي عوض على حاجة سيبوها سيبوها تهدى نحبك قد الدنيا وبدنا إياك تضلي هون ميرسي أوكي ورني قلبك ورني قلبك طلعي 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 كل العياط اللي جواك طلعي طلعي عياطي عياطي ما تخبطيش دماغك عشان غلط خلاص يا جماعة هو في ايه مرتضى علي قاعد معانا وهيرجع ان شاء الله في ايه حاسسني ان هو بره ترجع بيه ان شاء الله مش هترجع الاكاديمي هترجع ان شاء الله فهمني هترجع اكيد هترجع الصوت حبيبي اتفضل سكته يا عمي قوم خلاص خلاص يا عمي عادي ما عملتوش كافي اللي فال ليه خلاص ابني ما صار شيء شوي يا ريت انا حمار اصلا ديبرست ديبرست انت شو يعني حيران ليه بتصويت ما بالو معلم بده يرجع هو انت بتحسب ايه لو تعال 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 نحكي تعال نحكي شو اذا علي رجع الجمهور مين؟ علي رجع الجمهور ما بال سكينة ما بال رح تضل ما باله سوهين ما بال سكينة أنا ما بال انت ما بال لأنك لبناني يا خي وانت ما بال لأنك ما بال لأني بحبك كتير مش بتحبك كتير أخذت فرصتها أيوة ما تفكر بمصلحة مش فكر بمصلحة تفكر بحالك يعني مغرب العربي وإذا ما تفكر بحالك بهيك سيتويشن فكر بصداقة وبهيدا بصحبة ما بال أنا هيك عم قلك أنا ولا مرة بحياتي فكرت بحالي الأساتذة اجتمعوا بالنومينيه الثلاثة ليشرحوا لهم سبب تسميتهم مابل ماتريبل بتعرفي ليش انت نومينيشي عندك فكرة؟ لأنه ما عندي يمكن سبب حالي لا لأنه انت أحسن من ما عم تفرجينه مش لأن بدنا اياك تفلي أبدا لأنه بدنا نخبرك انه انت بتقدري تعملي أحسن ما عم تفرجينه وإلا ما نهزك ما رح الهيئة تنهزك أنا عم بشتغل معك كل الجمعة على الأغاني وما عم بلاقي ما بيكون في نتيجة مش ما بيكون في نتيجة ما فيني أقول هالشي بس مش هيدا هو اللي عم بيكون مشغول ومش هيدا البرفورمنس اللي عم تعطيها بالريهورسل أوكي أنت ضربتيها قصدان؟ حلو وشو مستنظرة أنه نمروا على الخبرية هيك؟ انت شو جاي تأذي حالك هون ولا كيف؟ نحن لما بدأ تصير القصة انه حدا بده يأذي حاله لا بهمنا فن ولا بهمنا صوت ولا بهمنا شيء انا ما عم بفهم هذا البرنامج اللي صار له 11 سنة ماشي
وفي ناس نوميني وناس مش نوميني وناس بتطلع وناس بتنزل بس يعني وما حدا ازي حاله بتطلع اثنين. انا بدي اقول لك سكينة انتم كلكم هون منيح بتغنوا حلو كلكم عندكم طاقات ومواهب مشان هيك جيتوا على هالبرنامج مشان هيك انقبلتوا من بين عدد كتير كبير بس للاسف انه بس واحد يغلط بده يكون بهالموقف مشان هيك ما كان لازم تستغربي ولا كان لازم تنصدمي هالقد ولا تزعلي ما بيستاهل انك تزعلي بالعكس بدنا اياك تشتغلي وما انك نومينيتها تفلي انت نومينيه لانه صار معك غلط معين واللي بيغلط بالنهايه مثل ما قالت مدام كلوديا انه اذا واحد سقط بامتحان معين ممكن يسقطه او يخسره امتحانه. انت بتعرف انا عندي ضعف كثير لصوتك في رنه مميزه بالفعل وفي حنان بالصوت وفي جمال بالصوت بدنا ننتبه له بدنا نكبره تنوصل لبعيد الله يوفقك امين ان شاء الله يا رب. علي انت بتعرف قديش بحب شخصيتك وعن جد انت شخص كثير مهذب كتير يعني واضح انك عندك كل الاخلاق الحلوه بس في شغله بديك تحفظها بالفن وبكل شيء بالحياه يلي ما بيتقدم بيرجع لورا انت ما رجعت لورا بس انت من اول ما بلشنا بالاكاديمي بعدني عم شوف نفس المستوى. اكثر من شخص من بيناتكم مشاهدينا رح يربح فرصه السفر لبيروت ليحضر البرايم مباشره. لتشاركوا بالمسابقه ادخلوا على www.cbc-eg.com. اما اسماء الرابحين لهالاسبوع فهن مادونا متري وماريان صفوت. الف مبروك لكم صبايا. حلقتنا لليلة انتهت، ما تنسوا تصوتوا للطلاب. رجوع على الاكاديميه بيتوقف على اصواتكم مشاهدينا. انا بشوفكم بكره بحلقه جديده. باي باي. حبيبي